سي العمده، بغينا نعرفوا شنو هما الاجراءات الوقائيه اللي خديتيو في هذا اطار محاربه الكوفيد 19. الاجراء الاول هو تنظيم العمل ديال الجماعه باش نعرفوا نشتغلوا مزيان لايقاف هذه الجائحه. اذا نظمنا بعد اولا العمل ديال الجماعه، وهزينا واحد المجموعه ديال الفروق التقنيه اضفناها الى المكتب الصحي باش يقوم بالمهمه ديالو احسن قيام. هذه اول عمليه هو نظمنا بعد الامور. ثانيا جينا درنا واحد البرنامج ديال التدخل، وقلنا قبل ما يجي الحجر الصحي فين خصنا نبداو، فين كاين المواطنين؟ كاين في الاسواق، دونك بدينا بالاسواق الجماعيه، بدينا بواحد العمليه ديال النظافه مكثفه، عاد تبعناها العمليه ديال التعقيم. اذا كنخدموا بمتلازمتين، يعني عمليه النظافه تتبعها عمليه التعقيم. كما قلت لك بدينا بالاسواق الجماعيه، المارشي ديال الكرو ديال الخضر والفواكه، مارشي يعني سوق الجمله، من بعد الاسواق 17 الموزعه على تراب جماعه الرباط هي الاولى، درناها يعني في بين عشيه وليله ديال الاحد قبل ما يجي الحجر الصحي، يعني في الجمعه المقبل، الجمعه اللي كان قبل. بعد ذلك مشينا الادارات ديالنا، بدينا بالمقر ديال الجماعه، مقر ديال الولايه، مقر ديال الجهه، ومشينا للملحقات الاداريه. بعد ذلك مشينا مجموعه ديال الوزارات اللي طلبت منا هادشي، نعطي غير مثال، وزاره الاسكان اللي طلبت منا شي، وزاره الجيش بعد الاولى داكشي اللي طرى للسيد الوزير، وبعد ذلك حتى رئاسه الحكومه طلبت منا نديروا هذه العمليه وقمنا بها. بعد ذلك مشينا للادارات المحليه، الاداره ديال الضرائب، ديال الخزينه العموميه، وديال الناس اللي طلبوا كل شيء هذا الشيء. وبعد ذلك دزنا يعني المدينه العتيقه، ودزنا لجميع الشوارع والازقه ديال مدينه الرباط كلها. نقدر نقول لك فتنا 90% ديال هذه، وبدينا الدوره الثانيه. الميزانيه المخصصه، اولا الميزانيه الاعتياديه ديال المكتب الصحي ما كتعداش 3.5 مليون ديال الدرهم. في هاد الجائحة وصلت الميزانية ل 12 مليون ديال الدرهم، يعني ضربناها في أربعة. وهذه مناسبة باش نشكر السيد الولي، السيد عامل عمالة الرباط، على المجهود اللي قام معنا في القرار العاملي باش تعطانا الوسائل باش يمكننا نقوم بالمهمة. والحمد لله المكتب الصحي التابع لجامعة الرباط يقوم بعمل مهني يعني لتعقيم جميع الأماكن. وأكثر من ذلك ما قلتهاش لك، من اللي كيجيب الله شي وفاة ولا شي حالة إيجابية ديال الكورونا فيروس، كيمشيو نعقموا البيت ديالو والعمارة اللي كاين فيها هذاك الشيء، باش على الأقل نطمئنوا الساكنة أنه زعما كنديروا المجهود ديالنا باش هاد العدوى تحبس. الظروف ديال الدفين ديال هاد الناس اللي تيموتوا بالكوفيد 19 هذه فيها واحد القرار ديال وزارة الصحة، وضحات الطريقة اللي وضحتها وزارة الصحة، وحنا كنتعاونوا معاهم في هذا المجال، كنطبقوا وبحضور ديالهم بالضبط داكشي اللي جا في داك المرسوم ديال وزاره الصحه من الاجراءات. يعني علاش ما نقدرش ندخل في هاد التفاصيل، ولكن نقول لك بحالاش، اولا الصندوق ضروري، وداك السيلوفان ضروري، وداك استعمال السيلوفان. نعم السيلوفان علاش؟ باش نحدوا من الفيروس، ما ينتقلش، ما يخرجش وما ينتقلش. الجثه تتغلفوها، تتغلف وتدار لها واحد المجموعه ديال المسائل ديال التعقيم، يعني في جميع المحطات. انا ما نقدرش ندخل في التفاصيل، ولكن مرحبا بكم يعني تمشيو معنا للمكتب الصحي تشوفوا هذه الامور هذه. وكتكون الاحتياطات، وكيكون الناس قلال اللي كيمشيو مع الجنازه، وكتكون داك الشيء كله مراقب، يعني من 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 المكان فاش تهز يعني المتوفى الى الدفن. وكنحرصوا انه المقبره تكون فيها حراسه مشدده باش ما يقرب ليها حتى شي واحد، باش نحدوا من هذه الجائحه. قلت لي قبيله على انه تلمح الالبسه حتى الالبسه يتخلص منها، يعني بطريقه علميه ان تحرق يعني في اماكن خاصه لهذا الشيء، باش يعني نحاولوا ما نخليوش الاثار يعني لهذاك الفيروس. قلت لي انكم تهيئوا الدوره ديال شهر ماي
اعطينا اهم النقاط ديالها. نعم، لقيتيني اليوم كنشوف مع المصالح يعني مشروع ديال جدول الاعمال باش عاد نناقشوا مع المكتب الخميس المقبل باش عاد نرسلوه للسلطات. يعني غادي نحاولوا حنا كنشتغلوا على اساس انه راه غادي ترفع هذا الحجر هذا، وكنحاول نكون نخفوا، ولكن درنا يعني شي 8 ديال النقاط، ما نحاولوش نكثروا بزاف ديك الامور ضروريه، منها واحد التقرير حول هذه الجائحه، يعني تقرير كنقطه على هذا الشيء، وفيها واحد 3 ديال النقاط لتاسيس واحد مجموعه ديال الشركات ديال التنميه المحليه خاصه بالمحطه الطرقيه وبالسوق الجديد للجمله الخضر والفواكه، وكذلك ديال المساحات الخضراء لمدينه الرباط. البلديه ديال الرباط قايمه بواحد الحمله ديال التطهير، عاودنا على هذه العمليه. بلديه الرباط دايره واحد الحمله ديال التعقيم ديال لي بلاص بيبليك ديال المحلة التجارية، مهم حملة شاملة، وكنستعملوا واحد المادة معقمة كان كونسونتري كي سيديلو افيك لو، وكان اما كنستعملوا بهذا لاباري ان بوكسور اللي كي ديسبيرس لو برودوي في توت اورون ديال لو رويال و لي بولفوار، وعاد كاين عاود ديزيكيب اللي عندهم دي بيلوريزاتور اللي كيدوزوا على غيوال ضيقين وعلى وكندوزوا على المحلات التجاريه ولي زادمينستراسيون بور ليميتي او بيان بور افاسي هذا الفيروس. نعم، واش هذه بديتيها شحال هذه ولا تديروها مره؟ لا، هذه الحمله توتو لون دو لا جورني 24/24 7 جور سور 7. سمعتك الان تعطي التعليمات باش نمشيو للخيريات حتى هما. بيان سور، الاولويات دابا كتمشي للبلايص اللي كي سون كوندونسي بار لي جون، سوا لي سونتر سوسيو، سوا لي سونتر سونتي، سوا لي بوست بوليس، المراكز الشرطه، كاع البلايص اللي يمكن يكون تجمعات، لي بلاص بوبليك، لي بلاص الاسواق، هادو اللي كنعطيهم الاهميه بزاف.